صلاة الغائب يا أخواننا يعني بعض العلماء قال لا تشرع وإنما هي خاصة بموضوع النجاشي، ولكن الصحيح إن صلاة الغائب الآن بتصلى في موضعين. الموضع الأول تصلى على من لم يصلى عليه، الإنسان اللي مات مثلا في بلاد كفار ودفنوه وما صلوا عليه، نحن المسلمين هنا بنصلي عليه. وكذلك الإنسان الذي مات في البحر أكلته الحيتان أو اتفقد في حروب في غيره اتفقد ما لقوه، فده يصلوا عليه صلاة الغائب، جنازته غائبة ما موجودة. الموضع الثاني يصلى على الرجل صاحب النفع العظيم للأمة الإسلامية، حتى لو صلوا عليه مثلا رجل عالم كبير نفع الأمة الإسلامية جمعاء، أو رجل إمام حاكم عادل نصر الله تعالى به الإسلام وأعز به الدين، ورجل قام يعني وعظيم عند الأمة، ده يصلى عليه صلاة الغائب حتى لو صلوا عليه. يشرع لأي ناس في بلادهم يصلوا عليه لمكانته العظيمة في الأمة. فذي الموضعين العلماء قالوا يصلى فيهن صلاة الغائب.